مساء الخير. من القلب النابض بالحياة بشرايين النظام المالي اللبناني، من الصرح المنيع اللي واجه سنوات وسنوات من الأزمات، بعد 50 سنة على تأسيسه أثبت مصرف لبنان أنه الضمانة الوحيدة لاستمرار وجود لبنان. من قلب العاصمة بيروت ومن قلب مصرف لبنان وتحديداً المتحف يلي خلد تاريخ السلطات اللي توالت على حكم بلاد الأرز، من حييكن. الليلة لبنان، اللبنانيين والأم تي في بتحتفل بالذكرى 50 على تأسيس مصرف لبنان، وأكثر من 20 سنة على تولي سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي حاكمية المصرف. البداية مع لمحة تاريخية عن المصرف المركزي. بيقترن تاريخ مصرف لبنان والليرة اللبنانية بمسيرة لبنان نحو الاستقلال والنمو الاقتصادي. فمن 1919 وحتى قبل إنشاء مصرف لبنان، تم استبدال العملة العثمانية بأولى الأوراق النقدية اللي أصدرها من عين المريسي بنك سوريا. عام 1920 تم الإعلان عن دولة لبنان الكبير، وعام 1924 انتهى امتياز بنك سوريا، فحل محله بنك سوريا ولبنان اللي أصدر أولى العملات اللي بتحمل عبارة لبنان الكبير. وعند انتهاء امتياز بنك سوريا ولبنان صدر قانون النقد والتسليف اللي بنص على إنشاء المصرف المركزي عام 1963 ليباشر بالعام التالي عملياته ونشاطاته، ومنها إصدار العملة الوطنية وتنظيم الكتلة النقدية، مراقبة معدلات الفائدة، فضلاً عن تطوير الجهاز المصرفي والمالي والإشراف عليه، ليشكل مصرف لبنان من 50 سنة لليوم أساس للنمو الاقتصادي والأهم الاجتماعي بالرغم من كل الأزمات. أولى الحكام فيليب تقلا اللي واجه خلال تولي الحاكمية أزمة بنك إنترا عام 1966 اللي شكلت نقطة سوداء بتاريخ العمل المصرفي اللبناني، ما دفع بالسلطات التنفيذية والتشريعية لوضع تشريعات جديدة لإنشاء لجنة للرقابة على المصارف الغير خاضعة لسلطة المركزي والهيئة المصرفية العليا والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع لتجنب إعلان إفلاس المصارف وضمان حقوق المودعين. عام 1968 تولى الياس سركيس الحاكمية، فتم تقييد المؤسسات المصرفية بالنظم المهنية بظل الرقابة المستحدثة، ما ساهم ببروز بيروت كمركز مالي ومصرفي إقليمي. بالعام 1978 خلف ميشيل خوري الياس سركيس لتبدأ مرحلة التدهور السياسية والأمنية والاقتصادية، بدءا من الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وانتهاءا باغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي، ليتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية من 5.49 ليرة للدولار إلى 455 ليرة للدولار بنهاية 1987، كما واجه ميشيل خوري بولايته الثانية التعثر المصرفي عند توقف بنك المشرق عن الدفع عام 1989 والمضاربات على الليرة لوصل سعرها إلى 890 ليرة للدولار وتدنى الاحتياطي إلى 588 مليون دولار. عين إدمون عيم حاكم لمصرف لبنان عام 1985 وواجه أيضاً أصعب الولايات وأقصيها، حيث وصل الاحتياطي إلى حدود 233 مليون دولار. وبآب عام 1993 دخل رياض سلامي مصرف لبنان ليبدأ منعطف تاريخي نحو الاستقرار والازدهار. رياض سلامي حاكم مصرف لبنان من أكثر من 20 سنة، منرحب فيك عبر الام تي في ومنشكرك على هالاستضافة. أكثر من 20 سنة من النجاح أكيد ما كانوا وليدة الصدفة. اليوم أسرار هالنجاح إذا بتسمح لنا رح نستكشفها مع المشاهدين. خلينا نبدأ بالأبرز. من بعد سنوات الحرب وقبل 1993 تراجعت قيمة الليرة اللبنانية من 5.5 ليرات تقريبا إلى 890 ليرة، يعني تدهورت قيمتها بآلاف المرات. كيف قدر رياض سلامي أنه يعيد لليرة قيمتها واستقرارها بظل تدني حتى الاحتياطي المركزي إلى حدود خطرة وصلت ل 230 مليون دولار فقط تقريبا؟ أنا وقت اللي استلمت مهامي كحاكم للبنك المركزي كان بسياق مشروع، كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري قايم فيه لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني، وجزء مهم من هالنشاط اللي كان نريده كان إنه يكون في عملة مستقرة ويكون في استقرار تسليفي.
الصعوبة اجت من انه ما كان في ثقة، فالثقة بالليرة اللبنانية كانت مفقودة، والسوق كان عم يتعاطى بمعظم الوقت بالعملات الأجنبية بالأخص بالدولار، وهالشيء بيحرم لبنان من إمكانيات عديدة. فالمهم كان إعادة الثقة من خلال استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وهالأمر كان صعب لأن ما كان في موجودات بالعملات الأجنبية مهمة بمصرف لبنان، وبنفس الوقت السوق كان معود أنه شو بيجي بالليرة اللبنانية لإله يحوله إلى عملة أجنبية. فبعتقد أنه بين هالمشروع اللي عطى أمل للأسواق وللاقتصاد اللبناني، مشروع مبني أساساً على تطوير البنية التحتية، وبين التقنيات اللي قدرنا استحدثناها بالبنك المركزي، تدريجياً خلقنا ثقة بالليرة اللبنانية. كما أنه السوق كان بحاجة إلى كلام جدي وإلى مصداقية، فكانت سياستنا أنه ما نعطي للسوق بأي تصريح معلومات منا مؤكدة، وبالرغم من التشكيك اللي كان قائم من قبل جهات دولية، من قبل جهات كمان محلية، باستقرار سعر صرف الليرة والاستمرار بالاستقرار، تدريجيا السوق صار يتطلع أكثر إلى مصرف لبنان، إلى مبادراتنا، وإلى أيضا مصلحته، لأن في فترة اللي دخلنا فيها بأول التسعينات كانت الفوائد مرتفعة على الليرة اللبنانية بسبب عدم الثقة بهالعملة، ولذا كان هالفوائد اللي قدرنا تدريجيا نرجع ننزلها كانت مغرية طالما الليرة ثابتة، وهالأمر هيدا ساعد كتير باستقرار سعر صرف الليرة. خلينا نرجع ل 93 ومشروع الرئيس الراحل رفيق الحريري، يمكن كان اسمه ثقة ووجوده ثقة، وحضرتك وصفته بالاحتياط الاستراتيجي للبنان تحديدا. كيف تعامل المصرف المركزي بعد اغتيال رئيس الشهيد عام 2005؟ نحن يعني الاغتيال اللي صار كان صدمة للأسواق، لأن فعلا كان الرئيس الحريري بشكل احتياطي استراتيجي، وكان عنوان مشروع وعنوان ثقة. كان قرارنا انه نعمل كل ما هو ممكن لإعادة تكوين الثقة اللي انهزت من خلال هالاغتيال، وبهالصدد قمنا بعملية فيها نوع من المغامرة، وهي انه قررنا نصدر شهادات ايداع بالدولار الامريكي من مصرف لبنان لفتره 10 سنوات وبمبلغ مليارين دولار. هل نجاح الاصدار اللي قام فيه البنك بامكانياته الذاتيه، نجاح الاصدار هيدا رجع اعاد الثقه على انه البنك المركزي جدي بالمحافظه على استقرار سعر صرف الليره، وجدي ايضا بالاستقرار على الفوائد، وصارت الامكانيات اللي عندنا والسوق فهمها امكانيات قادره وقابله تحافظ على هالاستقرار. بعد 2005 خضت 2005 خليني اسميها، كانت 2006 ايضا سنه صعبه على النظام المالي اللبناني مع العدوان الاسرائيلي اللي شهدناه على لبنان، ايضا كيف قدر المصرف المركزي يواجه ازمتين كبار بوقت هالقد قليل؟ 2006 مثل ما تفضلتي وقلتي، يعني الازمه اللي واجهناها ايضا كانت ازمه كثير خطره على لبنان، لان كانت حرب على لبنان، ونحن شفنا بغير دول اوقات تفجير بمبنى مثل ما صار بالولايات المتحده ب 11 ايلول، هز الاسواق و
دفعت أمريكا الثمن على سنين. كان المبدأ الأساسي هو تأمين كل الخدمات المصرفية دون انقطاع، ونحن حطينا بتصرف السوق كل الإمكانيات اللي عنا إياها، وتابعنا بشكل دقيق الحاجات بالسيولة، وكنا نقدر أيضا نصدر شهادات إيداع بكافة العملات، ناخد ودايع بكافة العملات ونأمن حاجات السوق من حيث السيولة، بس أيضا نأمن الخدمات. يعني بهالظرف هيدا استأجرنا فندق بالحمرة، كان في فريق من مصرف لبنان عم يسكن بهالفندق ليقدر يأمن كل الخدمات، كما أنه اتفقنا مع المصارف أنه نأمن لدى كل وسائل الدفع لكل المواطنين حتى بالجنوب اللي كان أكثر شيء الحرب عليه. فهالتزامن بين إيجاد الإمكانات، والسوق عارف أنه عم نوجد هالإمكانات، ومتابعة كل الخدمات المصرفية دون انقطاع عطى النتائج أنه مصر في خروج للأموال بشكل مهم من لبنان، وأيضا مصر في تحويل من الليرة إلى الدولار بشكل مهم. تعززت الثقة، يعني وقت اللي مر لبنان بأزمتين كبار بال2005 وال2006 وبقي الاستقرار، الثقة تعززت بالوضع النقدي عامة بلبنان. كان في أيضا مشكلة بالنقد النادر بالنقد ككاش يعني، وهيدا انحل بطرق أوقات مفاوضات مع الخارج، لأن كان في حصار اقتصادي على لبنان لنقدر نمرق شحنات إلى لبنان وما ينقطع السوق حتى من النقد بالعملة الأجنبية. هذا السؤال الثاني، يعني لاحظت بأول جواب إن كان بال1993 أو حتى بال2006 عند ما أودعت السعودية مليار دولار بالمصرف المركزي، كان في يمكن دعم خارجي للبنان. قديش ساهم الاتفاق على دعم النظام المالي الخارجي لبنان ومصرف لبنان بإرساء هالاستقرار، أم هل كان فعلا عمل محلي ونجاح محلي؟ لا، نحن منقدر أكيد الودايع اللي قامت فيها المملكة العربية السعودية، واللي أول وديعة كنا رجعناها كليا، وتاني وديعة اللي إجت بأيامات الحرب كانت إشارة مهمة للأسواق على أنه لبنان منه متروك لإمكانياته الذاتية، وأنه في قوى مالية واقتصادية مهمة بتدعم لبنان بالفعل. والوديعة السعودية واللي إجا معها كمان وديعة كويتية، وصار في وديعة من الإمارات أيضا، كل هالشي عطى معنويات للسوق وعطى إمكانيات، لأن ما كانت مبالغ صغيرة وإنما هيدول التزامات على مصرف لبنان. يعني نحن وقت اللي نتصرف بهالأموال نتصرف بشكل إنه عارفين إنه هيدي ودايع وفي برنامج لإعادة دفعها، وهالبرنامج عم نطبقه اليوم. يعني صرنا تقريبا مرجعين معظم الودايع، ولكن الأهم للسوق كانت الإشارة بالوقت المناسب على أنه لبنان منه متروك لحاله بهالحرب. رياض سلامي اسم من ذهب لمع لبنانيا وعالميا، خلونا نتعرف أكثر على هالشخصية اللي استحقت التقدير اللبناني العربي والعالمي. إنه رياض سلامي، حاكم مصرف لبنان من أكثر من 20 سنة، مبتكر الهندسات المالية ومبتدع الحلول بالأزمات اللي حمت لبنان من انهيار اقتصادي ومالي بأصعب الظروف، ليكون على رأس مصرف لبنان خط دفاع ورقم صعب. من مدرسة الجمهور والجامعة الأمريكية ببيروت انطلق رياض سلامي بعالم المال، فالتحق بالمؤسسة المالية العالمية ماري لينش، حيث لمع نجمه كأفضل وأكبر متداول بالأسهم حول العالم.
نجاحاته جذبت الرئيس الراحل رفيق الحريري للقى فيه الصدق والثقة، فحملوا مسؤولية إدارة مصرف لبنان عام 1993 وإعادة بناء الثقة بالليرة اللي شهدت مضاربات قاسية أفقدتها أكثر من 500% من قيمتها بأقل من 10 سنوات. أكثر من 20 سنة من التفاني بخدمة الوطن دون الارتهان للظروف السياسية أو القوى المتصارعة، أكثر من 20 سنة من الاستقرار النقدي والتطور المصرفي جعلت من مصارف لبنان بين الأقوى عالمياً والأكثر تنافسية، أكثر من 20 سنة جعلت من مصرف لبنان صرح متين متقدم مواكب لتطورات العصر ومنيع بوجه الأزمات المالية الداخلية والعالمية، ليستحق رياض سلامة الألقاب والتقدير والتكريمات المتعددة لتلقاها لبنانياً عربياً ودولياً. مؤسسة يوروماني للأبحاث البريطانية اختارته أفضل حاكم مصرف مركزي عربي للعام 1996، وكان وقتها أصغر حاكم مصرف مركزي على الإطلاق، وبالعام 2003 و2006 كأفضل حاكم مصرف مركزي بالعالم. The Banker قلدت رياض سلامة وسام أفضل حاكم مصرف مركزي بالشرق الأوسط عام 2008، 2009 و2012. كما نال وسام جوقة الشرف من رتبة فارس ووسام برتبة ضابط أكبر من الجمهورية الفرنسية عام 1997 و2009. كما نال رياض سلامة أيضاً دكتوراه فخرية من الجامعة اللبنانية والإيو وغيرها، بالإضافة لسلسلة تكريمات لبنانية عربية وعالمية بيصعب تعدادها كلها. يقال أو يقترن اسم رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالهندسات المالية يلي حمت النظام المالي اللبناني من الانهيارات إن كانت الداخلية والأهم الخارجية مع الأزمات يلي شهدناها بال2008. شو يعني الهندسات المالية؟ كيف لازم نفهم هالكلمة؟ نحن اللي فتنا بموضوع اليوم المصارف المركزية بالعالم عم تعمله، يعني نحن اعتبرنا انه اذا البنك المركزي بده يضله فقط باساليبه التقليديه عم يتصرف ما رح يقدر يسيطر على الاسواق ويعطي الاستقرار اللي هو مطلوب. فكان للبنك المركزي عده عمليات بالسوق المفتوحه من خلال شراء سندات، إدارة السيولة وعن طريق إصدار شهادات إيداع، فتح مجال للودائع بكافة العملات، تأمين طرق لتقدر المصارف توظف على أجال أطول أو على أجال كتير قصيرة، ولكن أيضا كان في تعاميم اللي إجت حطت نموذج للقطاع المصرفي. هالنموذج تبين انه خلق مناعة شفناها بال2005 وال2006 وشفناها ايضا بال2008. مثلا نحن من ال2004 قلنا انه ما لازم المصارف تستثمر بالسبرايم اللي خلقت اكبر مشكلة للمصارف عالميا، منعنا هالشي اكيد من امواله الخاصة. جينا ايضا حطينا قواعد كيف المصارف فيها تتعاطى او تسوي للمشتقات الماليه، جينا فصلنا بين المصرف التجاري والمصرف الاستثماري للمصرف ما يستعمل اموال المودعين للمضاربه. هيدي كلها امور اجت ضمن هندسه لواقعيه، واحيانا ما كانت تنفهم او كان يعتبر البعض انه البنك المركزي ما عم بيلعب الدور التقليدي تبعه، ولكن رجعنا شفنا انه وقت اللي اجت الازمه بالخارج اكبر مصارف مركزيه استعملت نفس الخطط اللي نحن كنا نفذناها لنطلع من الازمه ونرجع الثقه. ورجعنا اخذنا الامور الى درجه اعلى، بمعنى انه صرنا عم نقوم بنشاطات لنحرك الاقتصاد بلبنان ونساعد بالوضع الاجتماعي، لان اليوم هالاموال كلها اللي عم تجي ما لها معنى للمواطن اللبناني اذا ما بيستفيد منها. ومن هون دخلنا بقصص القروض المدعومه للسكن للقطاعات الانتاجيه، ودخلنا ايضا بمشاريع لها علاقه
بإنقاذ شركات مثل الميدل إيست إيرلاينز، ودخلنا أيضا هلأ مؤخرا لنطلق قطاع جديد هو اقتصاد المعرفة، اللي قطاع واعد بلبنان لأن عنا المكونات البشرية، وكان ناقص عملية التمويل. ما يعني أنه البنك المركزي رح يصير مصرف تنمية، لا، ولكن من خلال اللي بيسمح له إياه قانون النقد والتسليف صار عم يستعمل كل الأدوات ليكون رافعة للاقتصاد اللبناني ولترسيخ الثقة. هل سعادة الحاكم هالهندسات أو هالتعاميم أو هالمقررات، خليني أقول، يلي أخذتها إجت على خلفية خبرتك الكبيرة بالتداول بأسواق المال مع ماري لينش، وأنت عرفت كأهم المتداولين بالعالم بأسواق المال، هل انطلقت من هنيك من هالخبرة، عرفت هالأسواق اتداولت فيها وبالتالي حميت النظام المصرفي اللبناني؟ بعتقد هذا أمر صحيح ولعب دور كبير، والخبرة اللي اكتسبتها من الأسواق والأزمات اللي مرت فيها هالأسواق بالوقت اللي كنت عم بشتغل فيه أنا بشركة ماري لينش علمتني كتير، وصرت أعرف كمان عقلية السوق وعقلية المضاربة، وصرت أفهم أنه الأسواق بدها تنظيم بدون ما يكون هالتنظيم عم بيعطل عملها، ولكن عم بيطفي شفافية وإدارة حكيمة واحترام لأموال المستثمرين والمودعين. أنا من المدرسة الحكام اللي إجوا من السوق، ما إجوا من الإدارة أو من خلفية أكاديمية، وتبين بعدين بأزمة 2008 على انه العالم بحاجه لحكام نوكه مركزيه عندهم خبره السوق، وشفنا مثلا انه تعين عده حكام بعد هالازمه كان خبرتهم هي خبره سوق مش خبره اداريه او اكاديميه. مثلا الحاكم الحالي للبنك المركزي الاوروبي كان يشتغل بشركة استثمار خاصة قبل ما يصير حاكم، اللي صار حاكم بالكندا وبعدين انتقل صار هلأ حاكم البنك المركزي الإنجليزي نفس الشيء. فاليوم الأسواق أخذت حجم كبير، حجم اللي البنوك المركزية إذا ما قادرة تفهم حساسيات السوق إمكانياتها مش كافية لتسيطر على الأسواق. هل مهارتك بتحقيق أرباح لعملائك لما كنت بماري لينش ومنهم كان الرئيس الراحل طبعا رفيق الحريري، هل هالمهارة بتحقيق أرباح كمان ساهمت بنمو مضطرد لإمكانيات مصرف لبنان، خليني أقول من 93 وحتى اليوم؟ بعتقد في مفهوم أساسي أنه اليوم إذا واحد عم يشتغل بالمال يعني بده يكون عنده نتائج إيجابية وأرباح. المفهوم أنه لا، الربح عيب، لأن فيها التفكير ما بيتطابق مع عالم المال، واللي بده يفوت بمفهوم أنه جاي بس يعمل تنظيمات وما بيطلع على الشق التاني بآخر الطريق رح يخلي النظام اللي هو مسؤول عنه يفشل. فنحن عندنا مقاربة كان بسموها برو ماركت، يعني قريبة من السوق، مع إرادة بتنظيم هالسوق. اليوم بتسمع كتير مثلا أنه المصارف عم تربح مصاري كتير، صحيح تربح، ولكن إذا ليش زادت أرباحها؟ لأن كبرت ميزانيتها، مش لأن صاروا عم ياخدوا أكثر إن كان بعمولاتهم أو بالفوائد تبعهم، بالعكس الفوائد انخفضت. زادت ميزانيتهم لأن صار في بيئة منظمة وبيئة قابلة للشغل كمان، مش إنه منظمة بتعطل الشغل. هالمقاربة هيدي كمان استعملناها بالبنك المركزي، يعني كان من أهداف البنك ليحافظ على استقلاليته إنه يحقق أرباح ويزيد أمواله الخاصة، وهالشي نجحنا فيه لأن
أموال خاصة تبع البنك المركزي نميت من ال 60 مليون دولار لأكثر من مليارين ونص دولار بالفترة اللي أنا كنت مسؤول فيها عن هالمؤسسة. ونحن نتطلع على كل قرش كيف بدنا نستثمره ليضل عنا أرباح، بس ما بناخد مخاطر. فالربح منه عيبة، الربح الغير منطقي وغير شرعي واللي عم بيكون يستفيد من ظروف يعني بتكسر الثاني، لا هيدا اكيد نحن ما بنقبل فيه. فالموضوع اللي عم نشتغل فيه نحن هو موضوع المال، والمال يعني النتائج الايجابيه. سعادة الحاكم، شو أهم الاستثمارات أو مصادر الدخل يلي حققت هالفوائد المالية بالأموال الخاصة لمصرف لبنان؟ القانون بيسمح لنا نستثمر بسندات بالعملات الأجنبية اللي هي صادرة عن دول أو مؤسسات دولية مالية، ونحن استثمرنا فيهم وكان لنا نتائج منيحة. لأن كان قبل ما تجي أزمة 2008 وانخفاض الفوائد كانت الفوائد مرتفعة، فكسبنا بهالاستثمارات. كما أنه استثمرنا أيضا بالسندات اللبنانية اللي هي إن كان باليورو بونز أو بالسندات بالليرة اللبنانية بتصدرها الدولة اللبنانية، وقدرنا نحقق أرباح فيها أيضا من خلال المدخول أو حينما رجعنا وبعناها للأسواق. كمان كان عندنا مداخيل من الفوائد المصرفية وقت كان في فوائد بالخارج، وأيضا ربحنا باستثماراتنا بشركات مثل الميدل إيست إيرلاينز، وكسبنا مصاري بالعقارات. فارتفاع العقارات استفاد منه مصرف لبنان لأن عنده محفظة عقارية مهمة، وعم بيقوم بعمليات بيع تدريجية عن طريق المزايدة والمزايدة العلنية يعني على هالعقارات. هالأمور كلها قدرت تخلق لنا أرباح بالرغم من الكلفة اللي عم نتحملها لنأمن الاستقرار النقدي. بعد الإعلان ما وراء جدران مصرف لبنان وعشرين سنة من النجاح بالأرقام، خليكم معنا. منعود إلى مصرف لبنان، تطور كبير شهده المصرف من 1993 وحتى اليوم، من مبنى واحد إلى أربع مباني، هيئات مستحدثة ومفعلة، خلية عمل بتحترم التوازن الطائفي وبتشتغل بمهنية عالية. خلونا نتعرف عليها من خلال هالزيارة الخاصة لكاميرا الام تي في. من مملكة ليديا بالعصر الحديدي بدأت عملية سك النقود اللي انتقلت إلى اليونان ثم إلى ممالك الشرق الأدنى بأكمله، ومع الفرس دخلت العملات المعدنية إلى فينيقيا لبنان. ولبنان زاخر بالعملات من الاحتلال الفارسي إلى الحقب الإغريقية ثم البيزنطية والاحتلال العربي. ومع مصرف لبنان أصبحت العملة اللبنانية وجه حضاري بيحكي عن حقيقة وطن بقوته وتميزه. عمليات طباعة بتتم وفقاً نحن بنعمل مثل بيد ستاندرز، يعني بنعمل مناقصات عالمية وحسب مين بيربح المناقصة. حالياً نطبع بروسيا بفرنسا بألمانيا وبإنجلترا. نسبة التزوير بيقيسوها بعدد الأوراق المزورة اللي تضبط بكل مليون ورقة مصدرة لنقارن كل الأرقام لبعضها. فما بيعدوا عالمياً، ما بيعدوا في أي نوع من مشكلة تزوير إذا كان عدد الأوراق المزورة بالمليون أقل من 10. فنحن بلبنان الرقم هيدا أقل من 3 حتى، مش أقل من 10. نحن عنا كل الفئات الأوراق النقدية اللي صادرة عن مصرف لبنان والمؤسسات التي سبقت مصرف لبنان، وموجودة عنا متاحة للشخص يتعرف عليها أكثر بمتحف مصرف لبنان. وإذا بتحبوا فينا نتوجه سوا على المتحف ونفرجيكم. حوالي
لي سنتين ونص لنجمع كل هيدي العملات واللي هي فوق المئة ورقة. في وراء عنا بهيدي المجموعة منا موجودة عند أي شخص تاني، وهي المجموعة الوحيدة اللي هي كاملة، علما بأنه قيمتها السوقية هي فوق الخمسة مليون دولار حتما. اليوم الأوراق النقدية اللبنانية المتداولة بالسوق قد قيمتها فعليا؟ حاليا الأوراق النقدية المتداولة بين إيدين الناس هي بحدود 3700 مليار، يعني ما يوازي حوالي مليارين ونص دولار، وبتنمو بطريقة سنوية بحدود 6-7%. من التطور الهائل أيضاً اللي واكبه مصرف لبنان الانتقال من الأعمال الورقية إلى عصر التكنولوجيا الحديثة. الحقيقة بالخطة اللي وضعها مصرف لبنان لانتقال مصرف لبنان من العمل التقليدي للعمل التكنولوجي الحديث هي خطة جريئة جداً، وبدأ تنفيذها بال94 وما زلنا مستمرين بوضع خطط للسنوات اللي جاية. هذا الشيء وصلنا وصل قطاع المصرفي والعمل المصرفي في لبنان إلى مراكز متقدمة جداً، يعني بكل المحافل المالية والمصرفية بالعالم، وهالشيء أدى إلى تطوير وتحديث كل القوانين والتشريعات، أدى إلى تطوير وتحديث وإيجاد الشبكات والأنظمة المعلوماتية، أنظمة الرقابة المعلوماتية، وصولاً للخدمات الإلكترونية من خلال استعمال الشبكات الآمنة والأنظمة الآمنة. كل عملياتنا بلبنان اليوم بتمرق بنظام الدفع هي إلكترونية ومحمية دون تدخل بشري. تطور لافت أيضاً بتقنيات أنظمة الدفع لأصبحت إلكترونية وفورية. التحديات والضغوط اللي بيواجهها اليوم مصرف لبنان أصبحت أكبر، كيف بيواجهها؟ نتعرف سوا. بيواجه بنجاح القطاع المصرفي اللبناني العولمة المالية بما فيها من معايير دولية أصبحت مشددة بالسنوات الماضية، بظل توجه عالمي لمكافحة تبييض الأموال والأنشطة المالية الإرهابية والتهرب من الضرائب. نجاح أرسى أسسه مصرف لبنان من خلال متابعة دقيقة ورقابة صارمة عبر إنشاء هيئة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة. لجنة الرقابة بتغطي ثلاث مجالات في القطاع المصرفي: أولاً البنوك، ثانياً المؤسسات المالية، ثالثاً الصرافين. البنوك عنا 70 بنك، وعنا عدد من المؤسسات المالية وعدد كبير من الصرافين. نشاطات اللجنة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الرقابة الميدانية، والثاني الرقابة المستندية. من بعد التحقق من الوقائع بنرفع توصيات لسعادة الحاكم، والتوصيات إلها قد تكون بمراقبة متشددة أكثر مع المؤسسة المعنية أو بفرض غرامات، والغرامات ستكون بطريقة غرامات مالية حتماً، نحن ما عندنا غرامات جزائية. هي التحقيق أنشئت بال2001 بموجب قانون 318 اللي أعطى هي التحقيق كيان قانوني مستقل، وهيدي حسب النورم كمان الدولية إنه لازم هيئات التحقيق تنشأ بكل دولة لتعنى بمكافحة تبييض الأموال، ولازم يكون عندها الاستقلالية اللازمة لتقوم بعملها. هي التحقيق بلبنان عندها حقيقة دورين: دور أول شيء تراقب إذا كانت المصارف ملتزمة بتأبيب التعاميم اللي صدرها مصرف لبنان لتعتبر ملتزمة بالتوصيات، وعمل تاني اللي هو تقوم بالتحقيقات المالية بالقضايا اللي ترفع إلى من الهيئات اللي بتبلغها مبدئياً المصارف والهيئات المالية، وتحقق فيها تشوف قدي فيها شبهات تبييض أموال وتاخذ القرارات اللازمة، وإذا كان في شبهة نتيجة تحقيقات بتقوم فيها الهيئة بتتعزز، بينحط بتاخذ قرار بتحول الملف على القضاء، ومن هنيك بياخذ مسار القانون العادي. سعادة الحاكم، كمان بإطار مصرف لبنان خلال حكمكم يلي دام أكثر من 20 سنة تم اندماج 24 مصرف وشطب 4 مصارف وتصفية مصرفين طبعا بحسب القوانين، ويمكن هالشي ساعد القطاع المصرفي، ولكن يؤخذ أيضا أنه تم بكلفة عالية. كلفة عمين؟
كلفة على يمكن القوانين يلي بتسمح بالمصارف يلي عم تندمج أو يلي عم تشتري مصارف أخرى إنه تتسلف بفوائد متدنية وبالتالي تحقق أرباح؟ يعني من حيث الواقع هالدعاية ما كان إلى مصداقية إلا بمجلس النواب اللي رجع مش بس جدد قانون الدمج بل عملوا قانون دائم لأن كان بالقبل في فترات معينة لهالقانون كان له حدود عملوه هلأ مفتوح ولا كان له وقع أيضا بالقطاع المصرفي لأن بالحقيقة هيدا افتراء. اليوم البنك المركزي ما بيقرر يعني بشكل اعتباطي شو القروض الدعم اللي لازم تنعطى ليتم دمج. في دراسة بتنعمل بلجنة الرقابة على المصارف وبتحدد شو العجز الفعلي اللي عم يتحمله المصرف الدامج. في دراسة عم تنعمل بمديرية الأصول العقارية. في تقارير مدققين لحسابات وفي مجلس مركزي مسؤول بياخد القرار المناسب. هالقرار كان صائب؟ نعم كان صائب لأن من خلال هالسياسة نميت الودايع بشكل مهم بلبنان وصار لبنان له موقع على الخارطة المصرفية الإقليمية وإذا ما نقول العالمية. فاليوم ما صار في هدايا ونحن جماعة شفافين وما حدا قدر يقلنا وين دفعنا أو وين قدرنا عجز أكثر ما هو. بيواجه اليوم المصرف المركزي تحديات كبيرة مرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وقضية البنك اللبناني الكندي ما مرت من دون ارتدادات. أين اليوم مصرف لبنان والمصارف التجارية من أموال حزب الله يلي صنفته الولايات المتحدة على لائحتها السوداء وهو مكون موجود بلبنان؟ مصرف لبنان أصدر تعميم اللي هو التعميم 126 اللي بيقول إنه المصارف اللبنانية ما فيها تشتغل مع دول أو أحزاب أو مؤسسات أو أشخاص بالعملة أو مع المصرف اللي موجود بدولة حطت عقوبات عليهم. المصارف اللبنانية عم تحترم هالتعميم وعم بتكون صارمة بذلك. نحن أيضا من ناحية تانية أصدرنا عدة تعاميم بالنسبة لعمل الصرافين واللي التزموا فيها وحطينا حدود لعمليات الحوالة. فالإطار التنظيمي القانوني اليوم يعتبر من قبل الخارج أنه هو قطاع يعني جو مقبول للشغل وبالتأكيد أكيد المصارف هي اللي بدها تسهر على تطبيق هالأمر وهنالك أيضا لدى تابع لمصرف لبنان مع أنه يعني هي هيئة كأنها محكمة مستقلة جهاز لمكافحة تبييض الأموال ونحن عم نكون جديين بممارسة هالمهمة. نعم لمصرف لبنان أيضا مسؤولية اجتماعية بتتجلى برعايته لكل ما بيساهم برفع مستوى حياة المواطن اللبناني. التفاصيل منتبعها سوا. من الأدوار السباقة اللي لعبها أيضا مصرف لبنان إطلاق مبادرات بتصب بمصلحة تنشيط الاقتصاد، رفع الإنتاجية، خلق وظائف عمل للحد من هجرة الشباب وطبعا رفع مستوى المعيشة من خلال كل القروض المدعومة اللي أمنها. عملياً وحدة التمويل بدأت تمارس مهامها سنة 97. هلأ ليش سنة 97؟ لأنه بتاريخ 97 صدر قانون مجلس النواب بيتعلق بدعم الفوائد المدينية على القروض الإنتاجية لثلاث قطاعات: قطاع السياحة، قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة. وطلب المصرف من أنذاك إدارة هذا الملف بموجب نظام خاص بيوضع مصرف من بالتنسيق مع وزارة المالية. واليوم الملف هذا بيعطي تقريبا حوالي اكثر من 15,000 مؤسسه صغيره ومتوسطه قروض مدعومه الفوائد، توزعت 60% لقطاع الصناعه، 30% لقطاع السياحه، و10% لقطاع الزراعه.
ما في شك انه البرامج اللي قدمها مصرف اثنين التمويليه خلقت فرص عمل وعملت نمو، ولكن اكيد امنت فرص عمل. وهون بيستشهد بدراسه للمجلس العالمي للسياحه والسفر عن لبنان بسنه 2014 بيذكر فيه انه القطاع السياحي لحاله امن فرص عمل للشباب بما يتجاوز 93 ألف فرصة عمل. أما بالنسبة للبرنامج السكني، اليوم نحن في عنا أكثر من 98 ألف عائلة تستفيد من برامج السكنية لمولة القطاع المصرفي بدعم من مصرف لبنان. كما كان مصرف لبنان المرفق العام السباق لتبني مبدأ المسؤولية الاجتماعية، ولعل من آخر وأهم المبادرات دعم الاستثمار بالشركات الناشئة وباقتصاد المعرفة لمواكبة العالم اليوم يلي بتحكمه التكنولوجيا، ولرفع إجمالي الناتج المحلي بواحد بالمئة إضافية. هدف الأساسي من التعميم 331 هو التأسيس لبناء قطاع جديد بلبنان، هو قطاع اقتصاد المعرفة أو النوليدج إيكونومي المبني على الإنفورميشن أند كوميونيكيشن تكنولوجي أو الآي سي تي. من خلال هالتعميم رح ينخلق قاعدة مالية بتفوق الـ 400 مليون دولار، رح يتمكن الشباب من خلالها أنه يأسسوا الشركات يلي بيحلموا فيها، وبالتالي يقدروا أنه يخلقوا فرص عمل أكثر بالبلد. على الصعيد التعليمي مثلاً، أصدر مصرف لبنان تعميم للقروض الميسرة يلي بتعنى بالتعليم، ويلي ساعدت أكثر من 8000 طالب لبناني أنهم يحصلوا على هيدي القروض بقيمة بتفوق الـ 60 مليون دولار. سعادة الحاكم، قبل نهاية هالحديث لابد من التوقف عن شأن عام، واليوم محور تداولات كبير. في معادلة بتقول أنه لما السلطات أو القوى السياسية بتفشل بحكم البلد والشعب، تبرز سلطتين، سلطة الجيش وسلطة الليرة أو المال مثل ما بيسموها. ودوليا وليس محليا، The Economist ذكرت أنه أقوى مرشحين للرئاسة كانوا الرئيس سليمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي. وأيضا شهدنا بالسنوات الماضية على حكم الجيش. ألا تعتقد اليوم أنه بظل التدهور الاقتصادي الحاصل قد حان فعلا الوقت لحكم الليرة؟ يعني أنا بعد بتأمل أنه مين ما كانت الشخصية اللي تنتخب كرئيس، أو مين ما كانت الحكومة ورئيس الحكومة، يكون في دور أكبر للاقتصاد بالعمل العام بلبنان، لأن الاقتصاد فعلا هو اللي بيعطي للبنانيين كرامة العيش، وبذات الوقت بيخلق فرص عمل، ونحن بحاجة لفرص عمل. وبذات الوقت تبين أنه معظم الثورات اللي صارت بالعالم العربي اجت بسبب البطالة. هيدا بالفعل تمنينا ليكون بالمستقبل جزء من العمل السياسي اللبناني. واكيد يعني مين ما كان الشخصيه، وفي كثير ناس قادرين يعني يكون ضمن برنامجه هالبعد هيدا من ال. طب لماذا لا يعني لا يطرح نفسه رياض سلامي؟ ليش ما بيودع نفسه بتصرف؟ ما بدي اقول يترشح، ليه ما بيودع نفسه بتصرف يمكن الرئاسه، او بتصرف انه يكون هو من احد المرشحين البارزين؟ ليش بننطر انه الغير يرشح؟ وانت قلت انه مش عيب اذا الواحد عمل مصاري، طب مش عيب كمان اذا ترشح؟ لا، انا دوري كحاكم بنك مركزي أكيد يتناقض مع هالمقاربة، لأن ما عم بمارس سياسة أساسا. وثانيا بهمني المصرف المركزي يضلوا بعيد عن التجاذبات السياسية، لأن هيدا البنك هو الأولوية بالنسبة لإلي، وهو اللي بيأمن الاستقرار وبيأمن الاستقرار الاجتماعي بلبنان. سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، أنا بدي أشكرك على كل هالمعلومات يلي أتحت لنا إياها اليوم، وطبعاً أنت فتحت أبواب مصرف لبنان لكاميرا الام تي في. نحن بدنا نتمنى للمصرف مئات السنوات، وبدنا نتمنى مزيد من النجاح لحاكميتك، وطبعاً الله يطول بعمرك. شكراً لك. شكراً لك وشكراً لفريقك.